ناس كتير جدا ما تعرفش الجانب الانساني في حياه محمود عبد الرازق شيكابالا، الراجل اللي بداها وهو نايم في اوضه تحت مدرج حلم زاموره وهو لسه ناشئ، وعمل نجوميه كبيره جدا واسعه ونجوميه عالميه واسمه موجود في كل حته، الناس بتشوفه وهو بيعمل حاجات مع الجمهور والالتراس وبتاعه والكلام ده كله، بتشوفه في ردود افعاله. لكن محمود عبد الرازق شيكابالا الانسان حد تاني خالص يا جماعه، حد محترم، حد فعلا بتلاقي جواه معاني قريبه قوي من معاني ولاد البلد والناس والجماهير والناس اللي في الشارع ونفس احاسيسنا ومشاعرنا تجاه القضيه الفلسطينيه. عشان كده قالها بفطرته السليمه لابراهيم فايق، الماتش اللي جاي هيبقى اهلي وزمالك، في ايرادات كبيره وناديين كبار، اكبر ناديين موجودين في مصر في العالم العربي، لازم الايرادات دي تروح لاهلنا في غزه واهلنا في فلسطين. مقترح انا بدعمه جدا وبايده جدا، واتمنى الدوله المصريه كمان تدعمه، لان هيبقى مهم جدا هذا الدعم المعنوي قبل اي حاجه ماديه لاهلنا في غزه واهلنا في فلسطين. طيب كمان في مشاهير يا جماعه شاركوا كتير جدا، وكنت بتكلم مع الدكتور عطوان من شويه عن موضوع مشاهير الرياضه ومشاهير الفن، هل توقفت عند هؤلاء الذين دعموا المنتج اللي بيدعم الكيان؟ لا، في ناس تانية مهم جدا ان احنا برضو نطلع حضراتكم عليهم. العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بقى اطلقوا حملة تضامن تحت شعار All Eyes on رفح، لابد ان يكون كل العيون على رفح. الشعار ده يا جماعة بيعني زخم وبيعني قوة ودعم كبير جدا ولاقة يعني قابلية كبيرة جدا ورواق كبير جدا في الأشهر الأخيرة، بهدف أن الناس كلها تفضل عيوننا كلنا على رفح والاطلاع الدائم على الهجمات اللي بيقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني على رفح. الصور اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي والدعم العالمي اللي بدأ يكون موجود لمشاهير كبار وفنانين ورياضيين اكتسبوا زخم كبير جدا على مستوى العالم، ومنهم طبعا عدد كبير جدا هاجم محمد صلاح وهاجموا كل الناس اللي بتدعم المشروبات الغازية زي بيبسي وكوكاكولا اللي بتدعم هذا الكيان المحتل. لكن في الأخير يظل كل واحد موقفه هيبقى مثبت في التاريخ ده، أنت داعم للحق وللقضية الفلسطينية موجود وموجود في التاريخ، أنت مثبط وداعم للكيان روح يا باشا، وفي الآخر كل واحد هيبقى موجود في مكان يبيض يسود.